السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة اس بي شانيل. كنتمنى تكونوا بخير. نتوما كتشوفوا الفيديو ديال اليوم. في هذا الفيديو غنعرفوا الفرق ما بين صون 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 صون. اش هكا تقول هاد السيدة هادي؟ صون 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 صون، بحال نفس الكلمة كنعاود لها، واني شي حروف ماشي هما هادوك مبدلين. كيفاش هاد القضية هادي؟ هنا عندنا S A N S كتنطق صون، هنا S A N G كتنطق صون، وهنا C E N T كتنطق صون، وهنا S E N S صون، وهنا S E N T صون. كيفاش هاد البلان هذا؟ حنا غادي نشوفو مجموعين هاد البلان ديال صون 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 كيفاش تبلانو. طبيعة الحال في البرونونسياسيون، يعني في طريقة السماع أو لا يعني في الصوت ديالها كيفاش كنسمعو، أنها نفس الطريقة، يعني ميم برونونسياسيون، ولكن في طريقة الكتبة مبدلين، داكشي مشقلب. كيفاش وعلاش؟ هادشي اللي غنعرفوه في هاد الفيديو إن شاء الله. أول حاجة غادي نبداو بصون S A N S، S A N S صون صون. الاس هنايا موي موي، يعني ما كتنطقش. واخا اس ا ان اس ما كنقولوش صونس، كنقولو صون صون. شكون هي هاد الصون؟ شكون هي؟ سي اون بريبوزيسيون بريفاتيف انديكون لابسونس دو كيلكو شوز. صون ات اون بريبوزيسيون بريفاتيف انديكون l'absence de quelque chose، يعني هي واحد الحرف جر يشير الى غياب شيء. يعني هاد الصون كنديروها فاش ما كتكونش عندنا واحد الحاجه، فاش شي حاجه كتغيب كنديروها، كتكون كانت ولكن كتغيب علينا، يعني بالدارجه ديالنا اولا بالعربيه هي بدون، يعني السكر اولا بدون سكر سون سكر بحال هكا. غنشوفو اكزامبل مجموعين. جو نو فوا ريان سون مي لونيت، جو نو فوا ريان سون مي لونيت، يعني لا ارى شيئا بدون نظاراتي. لا ارى هي جو نو فوا ريان، جو نو فوا ريان يعني ما كنشوف، ما كنشوفش اولا ما كنشوف والو بدون بلا نظاره ديالي، بلا نظاظر، يعني انا ما كنشوف والو بلا نظاظر. اوكي كندهصص. Je ne vois rien sans mes lunettes. يعني أنا لا أرى شيئا بدون نظاراتي. يعني هاد الصون اللي عندنا هنا S A N S كتعني بالعربية بدون بلاش. مثال آخر sans commentaire. sans commentaire بحال في أورونيوز اللي بالفرنسي كيكتبوا sans commentaire، يعني بدون تعليق أو لا no comment. يعني هنا الصون كذلك كتعني بدون. S A N S هو واحد الحرف جر كيشير للغياب ديال شي حاجة. دابا غنشوفو حاجة أخرى اللي هي S A N G. S A N G عاوتاني هنا الجي موي، ما كنقولوش سونغ كنقولو سون. التعريف ديال سون S A N G c'est un liquide rouge qui circule dans les veines ou les artères du corps humain. يعني سائل أحمر الذي يدور في عروق أو شرايين جسم الإنسان أو للحيوان بطبيعة الحال. c'est le liquide rouge qui circule dans les veines ou les artères du corps humain. يعني هو الدم الدريرة بالعربية، الدم أو لا الدارجة كنقول الدم. هو صون S A N G. example le sang circule dans les veines et les artères. كيف قلت لكم يعني هذاك السائل الأحمر أو الدم كيدور في الشرايين أو العروق. مثال تاني mon cheval est un pur sang arabe. mon cheval est un pur sang arabe يعني الحصان ديالي عنده واحد الدم عربي اصيل. صون C E N T correspond au chiffre صون en lettres، correspond
أو شيفر سون أون لتر يعني يتوافق مع الرقم 100 في الحروف. سون ملي كيكون سون أ سي أو إن تي هي 100، سي أو إن تي ملي كنشوفوها وكنسمعوها سون فهي 100. مثال il y a 100 personnes devant nous، il y a 100 personnes devant nous يعني كاين 100 واحد حدانا أو قبلتنا. مثال تاني je te donne un billet de 100 dirhams، je te donne un billet de 100 dirhams زعما غادي نعطيك واحد الورقة ديال 100 درهم، يعني ورقة نقدية ديال 100 درهم. 100 و 100 S E N S ou S E N T، 100 et 100 correspond au verbe sentir au présent de l'indicatif. Je sens, tu sens, il sent. يعني هو فعل sentir في الحاضر. هذه S E N S ou la S E N T هو فعل sentir في الحاضر. يعني إما يحس أو لا يشم. أو لا يشعر على حسب يعني السياق ديال الكلمة. يعني فاش نشوفو S O N S أو لا S O N T راه يقدر يكون فعل. مثال je sens une odeur agréable، je sens une odeur agréable زعما كنشم واحد الريحة زوينة لطيفة بحال هكا. ولكن كيف قلنا سون تقدر تكتب S O N S ولكن كنطقوها سونس ما كنطقوهاش سون، ولكن ما غتكونش الفعل. يعني باش نفرقوا ما بين S O N S اس واش غنقراوها سون ولا سونس، سهله S O N S لي سون راها كتكون مع لي برونوم بيرسونيل جو تو ايل ال نوفو ايل ال افيك اس، اولا كتكون مع السميات ولا شي حاجه اللي كتعوض البرونوم بيرسونيل. سينو الا ما كانتش مع ما كانش يعني فعل غادي تكون سونس، يا اما لو سونس اللي هي كتعني لا ديريكسيون او الاتجاه. مثال لو سونس كونترير الاتجاه المعاكس، اولا يمكن لها تعني لو او لا لي سونس لو فونكسيون دتر دو لتر فيفون. لي سانك سونس سون لو توشي لوي لو غو لا فيزيون او لا لافي او لودورا. هاد هو اللي شفناهم في الفيديو اللي فات. يعني اس او ان اس باش تكون سونس ماشي سون، ما ملي كتعني الاتجاه او لا لي سانك سونس. اما سون اس او ان اس كنطقوها سون ماشي سونس ملي كتكون فعل. وباش نفرقوا ما بين كاع داك سون اللي شفناهم، عندنا سون اس ا ان اس كتعني بدور او لا بلا بالدارجه، اس ا ان جي كتعني دم يعني الدم، سون سي او ان تي كتعني مئة يعني مئة، اما سون اس او ان تي او لا اس او ان اس كتعني لو فيرب سونتير مع جو ومع تو ومع ايل. وقلنا اس او ان اس كتقرا سونس ملي كتكون كتعني الحواس الخمس يعني او لا وحده منهم، او لا كتعني الاتجاه. يعني هذه سون اس او ان اس خاصنا ضروري نكونوا فاهمين المعنى او السياق ديال الجمله باش نعرفوا اش من وحده فيهم واش من وحده غادي ننطقوا. كنتمنى ان الشرح يكون باين وانكم تكونوا قدرتوا تعرفوا الفرق ما بين سون والسون والسون سون. يعني نعاود مره اخيره اس ا ان اس سون الاس موي وكتعني بدون، سون اس ا ان جي جي موي وكتعني الدم، سون سي او ان تي وكتعني مئة مية، سون و سون اس او ان تي اس او ان اس كتعني لو فيرب سونتير مع جو و تو و ايل. كنتمنى من الله انكم تكونوا فهمتوا هاد الفيديو والشرح ديالي وصلكم. انا كنحاول ندير بالدارجه البسيطه كاع باش تحسوا بيا قريبه منكم، ماشي انني استاذه كنقول لك هذا ولا ما شي حاجه زعما ولا نغوت عليك ولا شي حاجه، حيت الاغلبيه ديالنا حنا مغاربه اننا كنا كنخافوا من الاستاذ ديال الفرونسي وكانوا الناس كيضحكوا علينا الا درنا شي فوت، وهذا الشيء اللي ما خلاناش نتعلموا وما خلاناش نزيدوا القدام. اما الناس الاخرين كاملين
كينطقوا الفرنسي قبيحه وما كاينش اللي كيقولهم علاش، وتقدروا تشوفوا فيديوهات ديال الناس في بلاصه اخرى كيقولوا الفرنسي مخربقه ولا لونغري ولا اي لغه وما كاينش اللي كيضحك عليهم، بالعكس كيوريوه كيعلموه اللي ناقصاتو شي حاجه، وحنايا ضيعفوا علينا، خصنا غير فوقاش نضحكوا على بعضياتنا وصافي. الا بغيتي تتعلم الفرنسي ما خاصك تسوق حتى شي واحد، تقرا وفهم وهذا هو المهم، وهضر اليوم تقولها عوجه غدا تقولها معوجه شويه بعد غدا تولي كتهضر بها مزيان، ما كاين حتى شي حاجه ما كاين حتى شي مشكل، وديما راه حتى شي واحد ما خلق معلم في اي مجال من المجالات ديال الحياه. كنتمنى ما نكونش طولت عليكم، تلاقاو في فيديو جاي، مع السلامه.